يؤكد أن الشخصية النكدية هي معتلة نفسياً ومن أكثر الشخصيات تعقيداً في تشخيصها وعلاجها. أتمنى إنه كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية. موضوع اليوم بناء على تصويتكم أنتم، إيش علامات إنه هذه الفتاة أو حتى الشاب إنه نكدي؟ خلونا نتعرف على 8 علامات لصفات الشخص النكدي. تتسم بالغيرة الشديدة من الآخرين، متصيدة لأخطائهم وعنيفة في المواجهة، لا تعترف بأخطائها مهما حدث، مؤذية للآخرين سواء جسديا أو معنويا، عباراتها دائما حادة ومدمرة لنفسيات الآخرين وهي تستمتع بذلك، تحيط ذاتها بهالة من العظمة والغرور، أحيانا تفتقر إلى المشاعر والأحاسيس للمقربين لها، بارعة في لعب دور ضحية المجتمع والآخرين في تبرير تصرفاتها، قد تكون لها جاذبية وتأثير قوي باستغلال تعاطف الآخرين لها، ولكنها متهورة وعدوانية في سلوكياتها. أكد أحد المستشارين الاجتماعيين والتربويين وخبير الأتوكيت الدولي بأن أحد العوامل المؤثرة بالشخصية النكدية أن 25 هو عامل وراثي أو التربية الصارمة، وإما الحياة الاجتماعية والخبرات السابقة التي نتجت عنها صورة ذهنية سلبية نتجت عنها فتاة أو شاب نكدي.